طعمتها كتير طيبة. انتي اكلك زايد، ديري بالك مشان صحتي اللي ببطنك. كل اكلي ما في جلوتين، طمني لي بالك. ما في شو؟ جلوتين وانا بثلاث ارواح حبيبتي، يعني طبيعي يزيد اكلي مشانه. اكلي حياتي صحة وهنا، انتي حامل. صحيتوا لاي، اذا بلشوا ياكلوا من هلا فما رح تلحقي لهم بعدين. انت حل عنهم وانا بعرف شلون لحق عليهم، اتركهم بحالهم. ايه مين هاي زينة؟ ايه هاي زينة برفيقتي، عفوا. ندرس مع بعض. بس هاي اول مرة بسمع فيها. لانه جديدة بالمدرسة، بس يكون عندها وظائف بروح انا بساعدها. بدي رد. رد لشوف. الو، تفضلي زينب. تعبانة كتير، ايدي ورجلي عم يرجفوا. الوظيفة كتير صعبة؟ شو ما فهمتي شي يعني؟ يوم التنين بشوفك بالمدرسة ومنحلها مع بعضنا، ما بيمشي الحال؟ حكمة، ما بقدر انطر مشان الله، وصاير معي نزيف وخايفة كتير. شو؟ يعني قديش خفيف ولا تقيل؟ قصدي السؤال اللي محيرك، اذا محتارة كتير هلأ بجي. لك انت شو عم تخبر؟ خلص روح يا عمي وشوف وظايفك، شو قاعد عم تساوي بالبيت اصلا؟ اتكل يلا. تكل ايه، جديدة علي المنهاج لانه. طيب الو، يلا انا ثواني بكون عندك. ماشي اوكي، يلا باي. شكلها كتير محتارة. ايه مزبوط، وهي بتخجل كتير. لميس انا مضطر امشي، معلش البنت ملبكة وخجلانة وشكلها مضطرة، تسمحي لي؟ طبعا، بما انه ضليت تعيد وتقول وظايف وحيرة ومدري شو، فقدرت تقنعنا وصدقناك. ما هو اصلا هذا كل الموضوع. ومثل ما قلت لك، هي البنت بتخجل كتير وبتتحسس، بقصد مشان الوظايف تستحي تطلب من حدا تاني. طيب انا رح امشي معناتها. اركض ساعتها. طبعا ماشي. ليش، وين ساكنه هالبنت؟ هو بيتها قريب من هون، بس يعني مو كتير. طيب مشان ما تطول. نسيت التليفون. ليلي كيف وضعك؟ ما كنت بدي اتصل فيك، بس موجوعة عن جد. قلتك بيكون نزل الولد وخلصنا منه. شو خلصنا منه؟ هي لا تخبصي بالحكي، يلا لعند الدكتورة. يلا خدي بوطك، البسي لقلك. هلأ أنت مو أكل هم حدا يشوفنا؟ شو أعمل؟ خليهم يشوفونا. خدنا الشنتاية، فيك تروحي مشي ما هيك؟ كويس. طيب احملي هاي لشوف، روحي يلا. يلا استعجلي. ادخل. يعطيك العافية، تفضلوا. أنا خطيبتي حامل وصار معها نزيف. تفضلي على الإيكو لأفحصك. أنت شو اسمك؟ زينب. قديش عمرك؟ راجدة، لا تاكلي هم. اوكي تسطحي. قديش صار عمر الحمل؟ ما بعرف عمره، بس قطعت المرحلة اللي بقدر فيها شيل الجنين. معك بنت عمرها 14 أسبوع وصحة الجنين ممتازة. هذا صوت نبضة؟ زينب، معك بنت؟ شايفة قديش حلوة؟ مو ميتة يعني؟ لما صار معي نزيف فكرت. لما يكبر حجم الرحم ممكن يصير في نزف، وهالشي طبيعي. فيك تقومي. هي كل شهر مرة للراقب الوضع. أعطيني هويتك لو سمحتي. زينب نسيت تجيب هويتها، خدي هويتي بدالها. تفضلي. انتي مالك راشدة ما هيك؟
مشان هيك انت خايفة وما بدك الولد مو؟ لما عرفت بالحمل كان ما بقى فيني نزله بصراحة، ما حدا بيقبل بهالشي. بهيك حالة لازم بلغ السلطات مثل ما بتعرف. مستحيل مستحيل، اخوة زينب بيقتلوني. احكي لها زينب للدكتور قليلا. بعتذر بس انا بهيك وضع لازم بلغ. بالله جد بلغي، احملي ذنبها وذنبي وذنب الطفل ومسؤوليته وبلغي. وبعدين لما تشوفي صورنا منشورة بصفحة الحوادث ما رح تحسي بتأنيب الضمير؟ رح تنامي وانتي مرتاحة؟ انتوا الاثنين لساتكن ولاد، والطفل ما بيربى لوحده، بده 24 ساعة رعاية، الطفل بده تضحية وبده مصاري. أنا أدهى الحمل، أنت لا تاكلي هم. طيب ما خطر ببالكم تعطوه لشي عيلة؟ في عائلات محرومة وممكن تاخده وتربيه في جمعيات. شو عم تقولي دكتورة؟ يعني بتعرفي حدا ممكن إنه يشتري الطفل؟ شو عم تقولي أنت زينة؟ شكراً كتير، نحن بدنا الطفل بس أنا مو حامل مصاري. هلا مو مشكلة زينب، هاد كرتي، إذا صار معك شي اتصلي فيني فورا، لا تنسى هويتك. يعطيك العافية، شكرا كتير. زينب ليش حكيتي هيك؟ إذا حدا دفع لك رح تبيعي بنتك يعني؟ لا مو هيك كنت بقصد حكمة، بس سألت هذا السؤال مشانه. أنا مقهورة عليك، ما بدي تهتم بولد مانك أبوه، مانك مجبور تعمل هيك شغلة، يعني مانك مضطر. وإذا ما كنت أنا أبوه؟ زينب أنتي أمه، وأي شيء مهم بالنسبة إليك مهم عندي وبيعني لي. أنا ما بشبهه لمراد. أنا فهمانتك حكمة، بس نحن أصدقاء، انت حقك تتزوج انسانة بتحبها وانا ما فيني احرمك من هالشي. ابنه اساسا ما في اي شي، ما في شي حارمتيني منه، وبوعدك انه دايما رح احميكي واحمي بنتك وحطكن بعيوني، هذا وعد مني. انت حنون حكمة، ومانك مثل مراد الحقير، عمل حاله بيحبني وبده يعمل المستحيل مشاني، وأول ما عرف إني حامل فوراً تركني. بسيطة، شي وصار وخلصنا من مراد، أنا جنبك هلأ، أنت واثقة فيني؟ أنت بطلي الحقيقي حكمة. خلينا نمشي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.